السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. دائما يوصلني هذا السؤال، شو افضل تطبيق مونتاج للايفون او للاندرويد؟ ومن 3 أشهر بديت اقول لهم في تطبيق واحد فقط في كل الميزات اللي نتمناها ومجاني بدون لا تدفع شيء، واللي هو تطبيق VN. هذا التطبيق الخرافي اللي انصح فيكم تنزلوه اليوم، لان اتوقع خلال الاشهر القادمة مثل ما قلت لكم سابقا انه راح يكون بفلوس، لان ميزاته كثير وما اتوقع الشركة مسويت لنا فقط عشان تخليه مجانا. عموما هذا التطبيق فيه ميزة اليوم راح اتكلم عنها، واللي هي ميزة التامبلتس او النماذج. هذه الخاصية تقدر تختار الفيديوهات او الصور اللي حابنها، وراح تلقائيا يعني يدمج لك الترانزيشنز، الموسيقى، الصور، الفيديوهات بطريقة مرتبة، عملية عجيبة. خلينا نشوف. كذا وأكثر طبعا. إذا ما عجبكم المونتاج تقدروا تعدلوا كل شيء بالتفصيل بدون أي مشاكل، راح نشرح كل شيء في هذا الفيديو. لكن قبل لا نبدأ، إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل، فكروا في الاشتراك في القناة، لأن دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. التطبيق متوفر على اندرويد والايفون، روابط تحت الفيديو. بعد ما تفتحوه راح يطلع لكم اعلان، بعد الاعلان راح تطلع لكم هذه الواجهة. راح نختار تامبلت هنا، بعدها نختار التامبلت اللي تحبوه. انا راح اختار هذا مثلا، بعدها اضغط على داونلود ويوز، بعدها يقول لي في اي مشروع تبغى تستخدمه. راح اختار ماي البوم، بعدها راح اختار ريسنت، وراح اختار الفيفوريتس، وبعدها فقط انقي او اختار الفيديوهات اللي اباها تكون موجودة في الفيديو. مثل ما تشوفون فقط اختار الفيديوهات بكل بساطة وبكل سرعة. خلينا نشوف. طبعا يقول لي حط 20 فيديو، انا راح احط بعض الصور. وبكذا خلصنا، نضغط على النكست، خلاص الفيديو جهز، خلينا نشوفه. بس لاحظوا حاليا الفيديو على الوضع العريض مش الطول مثل الصور والفيديوهات اللي مصورنها، فاقدر اختار هنا واختار الوضع الاوريجينال بدون لا قص ولا تعديل. خلينا نعيد ونشوف. طبعا اي شيء ما يعجبك تقدر تعدله حبه حبه، انا حاط تفاصيل التعديل في هذا التطبيق تحت الفيديو، كل شيء مجاني، تحط نصوص عربيه دقيقه جدا، الخطوط اللي انتم تنزلوها من الانترنت، يعني اي خط عربي عجبك تقدر تستخدمه على هذا التطبيق. وراح اسوي فيديو خاص لهذا الشيء. وللعلم طالب الايفون 12 واليوم تحرك من الولايات المتحده الى هنا، كان شويه في تاخير، وان شاء الله خلال 3 أيام يوصل، وراح اسوي لكم مونتاج خرافي عن طريق هذا التطبيق. فلا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى هذا الشرح البسيط السريع أفادكم. لا تنسوا الاشتراك إذا كنتوا جدد. شكرا، ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير بإذن الله.